أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في البرايم الأول والأخير لبرنامج مكة تجمعنا موسمه الثاني، مثل ما شفنا وشفتوا كذلك اللي هو مبادرات عمر شهري وكذلك خالد حامد وعبد الله الجميري، كلنا قدم واللجنة كذلك قيمت المبادرات، أستاذ عبد الله الزهراني قيم ثم أستاذ ياسين اللحياني، قسمناها على اثنين والآن وصلت النتائج. أستاذ أحمد مشفع. لا هو خلاص تقييم اللجنة، احنا كان هدفنا ان يكون في تقييم من خلال السوشيال ميديا في تويتر اللي هو المشاهدين انهم يشاركون معنا كذلك في تقييم المبادرات وهي امانة، لكن حاولنا يمين يسار لكن المبرمجين قالوا ان اي تقييم خلال النت او السوشيال ميديا بشكل اخص الوهمي داخل فيه، فقلنا خلاص نقفل الموضوع هذا والملف عشان ما حد ينظلم ويطلع مظلوم، حطيناها في اللجنة مباشرة. من ناحية التقييم في واحد أخذ 95% ونص، واحد كذلك أخذ 97% ونص كذلك، واحد أخذ 96% ونص، يعني يطلع أبو 95. لا يطلعوا اثنين. اللجنة راح تستبعد اثنين. لا حنرجع واحد. بس سامي لو تلاحظ انه لما قلنا شوف طالع الحين كويس، هو قال الارقام 95 96 97، يعني هذه حقيقه درجات عاليه جدا، تمنينا كلهم ياخذون الدرجه كامله. صح هذا اللي يعني اتمنى. درجه كبيره جدا، يعني اتمنى الشباب يتفضلون عندنا الثلاثه خالد حامد وعبد الله الجميري وعمر الشهري. طبعا شباب الكل يتمنى بقائكم سواء كان المتسابقين او الاداره او المشاهدين. هذه مسابقه، هذه لعبه. سلام، هذه طريقتها، احنا راضين باللي يكتب الله عز وجل. ما عندك ما قصرت. لا ما قصرت. انتم ما قصرتوا و... يعني خلنا اقولها بكل صراحه، ابو يارا ومو مدح، جينا عند ابو يارا قلنا ابو يارا التصويت راح يدخل في وهم، ابو يارا بحث الموضوع والغاه بتاتا، يعني هذا دليل يا جماعه انه كل واحد راح ياخذ حقه لو بالسنتي. انا قلتها على الهواء مباشره في المطبخ، قلت تحت اداره سامي الجعوني او تحت اداره الموجوده الان، تحت اداره الموجوده الان، في كلمه اقسم بالله لا اقولها، تحت اداره سامي الجعوني لو كان شخص غير مسلم لا انصفه، مبارك لو شخص مسلم. لا الله يجزاك خير. تسلم الله يا عبد الله، تسلم ظنكم. عمر الشهري عندك اي تعليق؟ انا اقول الله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم قبل ما يكون قبل ما تجي النتيجه وقبل كل شيء. انا لو ما طلعت من البرنامج هذا المبادره هذه وقعدت من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وما تسحرت، والله إنها تكفيني قسما بالله. ما قصرت. طيب الله وجهك. خالد حامد. طبعا أشكركم إدارة البرنامج، أشكر جمعية مراكز الإحياء، طبعا البرنامج هذا مشاركتي فيه إن كان تكفيني إنها في رمضان وإنها في مكة المكرمة وداخل الحرم، هذه تكفيني. ثالث شيء، شهر رمضان يحتاج عبادات، يحتاج يعني زي ما تقولون قراءة قرآن، اللهم لك الحمد في هذا البرنامج لقينا الخير أكثر ما نلقاه برا، فالله يكثر خيركم. ما قصرتوا أنتم كذلك، ما قصرتوا، قدمتوا عليكم برامج توعوية وكذلك ترفيهية من خلال المنافسة الموجودة في الإعلام، أنتم برضو كذلك قدمتوا عليكم يعني رسائل إيجابية أرسلتوها خلال الفترة الماضية تقريبا 20 أو 25 يوم ولا لا 25 يوم، هذا بحد ذاته كفيلة أنها تشفع لكم عند الناس وتشكركم على جهودكم مهما الشخص اللي بقى أو اللي ذهب. ونبي عند الله قبله إن شاء الله. لا شك اللي راح يودعنا وصلت القلب تكفى، واللي راح الله يخارج يبقى يا بدر. مثل ما انتم عارفين ان كل متسابق يطلع راح يخصم على فريقه 200 نقطة، واللي راح يرجع لا راح يخصم عليه ولا راح يضاف له. خالد حامد، عمر الشهري، عبد الله الجميري. والله في هذا المكان اتذكر وقوفي على مسرح حفل ختام حق زيد رصيدي. يا اخي لما تبدون من هذه المراكب خلنا بدون برايم كلنا ننجح يا اخي. والله تستاهلوا ان شاء الله، انت نجحت، ما حد يحتاجنا برايم ولا بدون برايم. الاثنين اللي راح يودعونا. ايوه. يا اخي ياسين والاستاذ عبد الواحد. والله يا عبد الله.
والله ان هذا اسعد خبر انه نحن نودعكم ونبكم. لا الله يسلمك يعطيك العافية. انا ممكن اتبرع بالفقرة حقتي الواحد من الشباب اللي حولها. طبعا انا منع يعني ابغى اتبرع اي واحد من اللي ياخذها خلاص. طيب خالد حامد، عمر الشهري، عبد الله الجميري، بيض الله وجهكم على الفترة الماضية. ان شاء الله ننتظركم في الحفل الختامي اللي هو يوم الجمعة في تمام الساعة 12 ليلا او صباحا نسميها. تقدمون الاوبريتات والفعاليات للمشاهدين، راح تكون في قاعة مكة المكرمة قريبة من موقع التصوير. اللي راح يودعنا ايوه اللي بيرجع. لا انا دخلت في عراك على اللجنة، انا اقول اللجنة يقول لنا تستبعدهم، يقول لا احنا نرجع. لا 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 يعني اذا سمعتوا اللي بيرجع البرنامج الثاني وشو حيكتفون يعني؟ يعني يمشون فنكرمهم او لا ولا لا؟ عنيف عنيف. طيب عنيف احمد. طيب شوف احمد ولا همه، نبي اللي يرجع. اللي راح يودعنا حبيبنا الوداع عبد الله الجميري وعمر الشهري، وراح يرجع خالد حامد. اشعر بتكريم وفخر لاني بمعرفتك فخور، والعذر منك في القصور، حتى لو الدنيا تدور تبقى على مر الدهر، غالي على الغالي تمور، تفداك روحي والعيون، تفداك روحي لأنك أخو لأنك صديق، لأنك لو إن صدري يضيق أدري بتعرف وش بلاي، وأدري بأن شوفك دواي، الله كم من يوم راح كنا بها نضحك سوا نبكي سوا، وجرحنا نفس الجراح، واليوم جاء وقت الوداع، أصعب معانيه الضياع، والدمع ما منا عذر، والدمع ما منا عذر، لكن جسد فارق جسد، وارواحنا متواصلة، نبقى على ذاك الوعد، درب الأمل بنواصلة. يا صاحبي حان الوداع، والدمع ما منا عذر، لكن أنا لاني هنا أشعر بتكريم وفخر، لاني بمعرفتك فخور، والعذر منك في القصور، حتى لو الدنيا تدور تبقى على مر الدهر، غالي على الغالي تمور، تفداك روحي والعيون، تفداك روحي والعيون، لأنك أخو لأنك صديق لأنك لا